ترابط المجموعة الأولى عند مدخل الغابة، وعندما يدخل القطيع عليكم اصطياد أكبر عدد ممكن منه. تجنبوا الصيد وجها لوجه، سيكون آكرو مسؤولا عن المجموعة الأولى. أما المجموعة الثانية فسوف تهاجم من الأمام وإلى الجانب الأيمن من الطريق، وعلى مسؤوليتها محاصرة الغزلان التي ستفر من المجموعة الأولى. على الجميع تنفيذ هذه الخطة بدقة، كما وسيرأس المجموعة الثانية ماوكلي. إياكم أن يهرب أحد منهم. لقد أثبتتم أنكم أهل للمهمة. هذا بفضل تعليماتك. شكرا لكم، أنا فخورة بكم وأكرر شكري. ما رأيك يا أكيلا بهذه العملية؟ لقد كانت تعليماتك صائبة، خطة محكمة. لو كان إلكسندر حيا ماذا سيقول؟ سيقول أنت أنثى ذات ابتسامة رائعة. كلا، أنت أنثى صحيح، ولكنك أثبتت أنك جديرة بالقيادة. أنت زعيمة ناجحة. هذا ليس بمجهودي فقط، بل كان بفضلك أنت يا أكيلا وجميع قطيع الذئاب فردا فردا. كنت سابقا أستطيع المساعدة، أما الآن فلا فائدة ترجى مني. لم يعد بإمكاني المشاركة بالصيد. كفى يا أكيلا، ستشاركنا وسنأخذ برأيك دائما. أيها الذئاب، أيها الذئاب، هاجمت الضباع الجواميس التي ترعى في أرض الصيد الخاصة بنا. ماذا؟ الضباع في أرضنا؟ نعم، لقد توقفت أنا وصديقي لمراقبة الجواميس، وعلى غفلة منا هاجمتها الضباع. سيتوجه الجميع إلى أرض صيدنا الآن، ما عدا المجموعة الأولى ستبقى، وتكلف هذه المجموعة بالبقاء وحماية الفرائس، مفهوم؟ والآن هيا اتبعوني. أكيلا، أسرعوا، افصلوا الجواميس عن الضباع وابعدوا الضباع عنها بقوة. هيا بسرعة قبل فوات الأوان. أوقفوهم. مجرد خدوش بسيطة، لا تقلقوا بشأني. جدي،
أعتذر باتجاهي الآن قليلا. شكرا يا بني، أرجو منك أن تلبي لي هذا الطلب. اذهب وادعو الذئاب إلى اجتماع عاجل وهام. لقد أمرتنا الزعيمة في البقاء إلى جانبك يا جدي. لوري أمرتكم؟ نعم، أمرتنا بعدم تركك. لا مانع لدي طالما أنها الأوامر. والآن أفضل أن تنام قليلا كي ترتاح، وذلك لكي تشفى وتصح بسرعة. هكذا إذن حالة أكيلا غير مطمئنة يا ماوكلي. إنه طريح الفراش وجراحه بطيئة الشفاء، بالإضافة لذلك لم تجدي الأعشاب الطبية نفعا معه. هذه أخبار سيئة، نرجو له الشفاء العاجل. وجود أكيلا مهم بيننا. أكيلا متعب جدا، حسب ما قالته لالا بأنه لا ينام الليل أبدا، كما أنه يرفض تناول الطعام والشراب أيضا. يرفض الطعام؟ لماذا لا تأكل؟ يجب عليك تناول الطعام. يتوجب عليك أن تأكل كي تشفى بسرعة. إن ماوكلي يعمل بجدية كي يحضر لك الدواء المناسب لمداواة الجروح التي تعاني منها الآن. أعرف هذا. ما هذا؟ ألا يمكنني القيام بعمل ما؟ كلا يا بالو، أكيلا مريض جدا. ماذا تقصد بقولك هذا؟ أنا أعتقد أن أكيلا مدرك لحقيقة وضعه الصحي المتدهور تماما. أتقصد أنه سيموت؟ نعم، لقد كان أكيلا فاقدا للوعي ماوكلي ومريض جدا. هل سيموت أكيلا؟ باجيرا أخبرني بأن الجد يدرك حقيقة وضعه المتردي. وهذا يعني أن لا أمل هناك في شفاء الجد أكيلا، ولكن ماذا بوسعه أن يفعل حتى يشفى تماما يا أمي؟ أنا لا أفهم هذا الأمر. Mm-hmm.
إنه قدرنا، لا يمكننا أن نقاوم القدر. مهما حاولنا الهروب فهناك حقيقة تقول إن جميع المخلوقات ولدت كي تعيش لفترة ثم تموت. هل فهمت يا بني؟ أخبرني. لا يمكن لأحد منا أن يتحدى القدر يا ماوكلي، لا يمكننا إلا الصبر في هذه الحالة يا بني. إن جميع المخلوقات ولدت كي تعيش لفترة ثم تموت. جدي محزن، وماذا بوسعنا أن نفعل؟ لا يمكننا إلا الصبر في هذه الحالة يا بني. إن جميع المخلوقات ولدت كي تعيش لفترة ثم تموت. لا يمكننا إلا الصبر في هذه الحالة يا بني. فعلا لا يمكنني إلا الصبر في هذه الحالة العصيبة. أهلاً يا ماوكلي. اقترب مني كي تسمعني.
أحسست بأحد ما وشعرت بأن أحدا لا يفعل هذا ويتبعني إلا أنت يا ماوكلي. جدي، إنها رغبتي، أرجو أن تكون معي في لحظات الأخيرة. لا تفكر بهذا، أرجو أن تبقى معنا لسنوات، نحن بحاجة إليك يا كبير الذئاب. هذا غير ممكن، إنه قدر على جميع المخلوقات. أدرك هذه الحقيقة يا بني. لقد مضى وقت طويل جدا على وجودي في هذه الغابة يا بني. إن شيريخان الذي جاء بعده قد مات، لذلك فأنا كبير السن يا ماوكلي. حتى أنت لم تعد ذلك الطفل الصغير، مضى زمن طويل على وجودك بيننا. شكرا لكم جميعا، أنت وأمي لوري وأبي ألكسندر وجميع الذئاب هنا. لقد تربيت بينكم كذئب من الذئاب، لي ما لكم وعلي ما عليكم. أنت لست ذئبا يا ماوكلي، أنت إنسان وجدناك في الغابة. لقد عملناك فيما مضى على أنك ذئب وهذا خطأ، مع أننا نعرف أنك من البشر ويجب أن تكون هكذا. عد إلى بني جنسك، لا داعي للتردد يا ماوكلي. صدقني أنا أريد سعادتك، هذه الأدغال ليست مكانك الطبيعي يا بني. إنها كلماتي الأخيرة، اسمعها يا ماوكلي، عد إلى بني جنسك البشر قبل أن تطرد من هنا. من قال أني سأطرد من هنا؟ لن يطردك أحد، بل أنت ستحاول طرد نفسك من هذه الأدغال وستعود لمكانك الطبيعي بين البشر. تماسك يا جدي، أرجوك اسمع يا ماوكلي، يجب أن تعود لحياتك الطبيعية مع البشر. جدي، لا تنسى يا ماوكلي حياتك الطبيعية مع البشر. ليس لدي الآن ما أحزن من أجله يا ماوكلي. لقد كنت في شباب ذئبا قويا يا بني، لكن الشباب يمضي والموت حقيقة يجب أن لا تخاف منها.